مشاهدي لالا بلوس، إذا كنتواجدوا دائما في المعرض الدولي للفلاحة هنا في مدينة مكناس. الآن كنتواجدوا في واحد الرواق مختص في الإنتاج ديال العسل، ومعنا السيدة المشرفة. السلام عليكم. السلام. أشنو المنتجات اللي عندكم هنايا وشنو هاد التعاونية هذه؟ التعاونية سميتها تعاونية فلاحية ولاد سيدي بوحية العلوي. أتواجد في مدينة أدير بالضبط في أي تباها شتو أي تباها. طيب أشنو المنتجات اللي عندكم؟ أشنو نوع ديال العسل اللي عندكم؟ عندنا العسل ديال الدغموس وديال الزعيطرة والأليبتوس وديال الشوق وديال الليمون وديال اللقاح وديال الأعشاب أملين تاني. طيب بس أشنو الفوائد ديال العسل، هاد أنواع ديال العسل اللي عندكم مثلا؟ الفوائد ديالها مفيدة للبرد وداء السكري والغازات والميكروبات ديال الجلد والزؤام والذبيحه الصدريه الذبحه الصدريه والروماتيز وايضا صداع الراس والربو. بالنسبه للعيالات مثلا واش عندكم شي عسل ديال التجميل؟ هي عندنا العسل ديال الليمون هو ديال التجميل خاص بالمسقات وثاني ديال الشعر بحال الشامبوانات ديال الشعر والدهنات. كيفاش كيديروا هذا مثلا بالنسبه للماسك؟ شنو كتشدوا ديروا الوجهه مباشره؟ لا اتخلطي مع شي حاجه ولا مباشره نيت هو نيت ولا اتخلطي مع شي حاجه وديري الوجه كيكون حتى يرطب وانقيه تنقيه من الحبوب ويرطب. هذا ديال الدغموس حار شويه حار بالعشوب وراه فيه الدواء. بارك الله فيك.